في حوار مع قادة القوات المسلحة، الرئيس السيسي يستعرض الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة. تواصل اجتماعات المسار الدستوري الليبي لليوم الثالث بالقاهرة وسط أجواء إيجابية. روسيا تعلن قصف مصنع قرب كييف بصواريخ كروز، والبنتاغون يؤكد أن طراد موسكوفا أغرق بصاروخين أوكرانيين. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامنا مع احتفالات العاشر من رمضان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أدار حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وألقى الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة، أكد خلالها أن شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والرحمة والإحسان، وهو شهر البطولات والفتوحات والانتصارات. واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وجيشها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بقادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وأدار السيد الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها. تواصلت لليوم الثالث على توالي أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي التي تستضيفها مصر برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين. وقالت مصادر ليبية إن اجتماعات المسار الدستوري تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص من المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات. كما تطرقت الاجتماعات لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات الوطنية بليبيا.
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرات كلنا واحد التي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. وفي إطار مبادرة كلنا واحد تقوم وزارة الداخلية بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في الشوارع والميادين. منذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزايد إقبال المواطنين على الاستفادة من التخفيضات التي أتاحتها المبادرة على السلع المختلفة بخاصة الاستراتيجية في أفرع السلاسل التجارية والمنافذ والسرادقات المشاركة فيها. ونظرا لهذا الإقبال، فإن وزارة الداخلية قامت بمد فترة المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، فنسب التخفيض تصل إلى 60%. المبادرة بتضم كل الأصناف الاستراتيجية واللي الشعب المصري بيحتاجها في رمضان، والخصومات بتاعتها بتصل أكثر من 30%، وفي أصناف تانية برضو بتصل لحوالي 50%. زيت، سكر، رز، الحاجات الأساسية للسلع المستلزمات رمضان كلها متوفرة. الياميش بتاع رمضان متوفر بأسعار مناسبة جدا، حتى اللحوم الفريش. جودة المعروض عالية، والمتاح من السلع بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين بأي كمية، والسلع الرمضانية متوفرة أيضا، وبذات التخفيضات في المبادرة التي حرصت وزارة الداخلية على إطلاقها في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وبما يحفز كل التجار على تخفيض الأسعار بالمثل. كل حاجة متوفرة، والواحد يعني، وبقول لكل الناس تعالوا وشوفوا وادخلوا وشوفوا عينيكم، هتلاقي كل حاجه متاحه، كل حاجه مخفضه. مبسوطه جدا ان الاسعار كلها ثابته ومفيش حاجه غليت علينا، وبنشتري الكميات اللي احنا عايزينها. صراحه يعني انا فوجئت بالاسعار هنا، اسعار جميله جدا جدا، يعني الاسعار كويسه، حتى الزيت، حتى السكر، حتى الحاجات دي كل اسبوع تخفيضات. كل حاجه متوفره تمام، وفعلا تمام زي ما هو قال، مفيش حاجه هتنقص في السوق، لا فعلا مفيش حاجه ناقصه. بشكر السيد الرئيس على المبادره اللي قدمها لنا. وبهدف الوصول بالمبادرة إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، فقد أعدت الوزارة عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وجهتها من خلال قوافل من السيارات إلى تلك المناطق وتوزيعها على قاطنيها الذين أثنوا على المبادرة وعلى جهود وزارة الداخلية التي تبذلها لدعمهم في هذه الظروف والمتغيرات المختلفة. احنا اهالي الواحات البحرية بالجيزة، نشكر الرئيس على الهدية الغالية. بشكر السيد الرئيس وبشكر وزارة الداخلية. دمت يا رئيس، وربي يحميه ويخلي رئيسنا وزارة الداخلية ورئيسنا. مبادرة كلنا واحد تعكس مدى حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل أرجاء الوطن وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. ربنا يخلي رئيسنا، ربنا يهنيه ويرضيه ويخليه لينا. احنا النهارده واخدين كراتين فيها زيت وسمنه وسكر وقمر الدين، حاجه رمضان كل سنه وهو طيب. مش ناسينا ابدا، نتمنى كده يبقى على طول مش ناسينا. كما قامت الوزاره وفي اطار مبادره كلنا واحد بتجهيز وجبات افطار وتوزيعها من خلال سيارات مجهزه واماكن تم تجهيزها لهذا الغرض قبل وقت الافطار مباشره على المواطنين، ممن تتطلب طبيعة عملهم الوجود خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدة مناطق. وقد لاقت استحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك. هكذا تثبت مبادرة كلنا واحد مع تواصل فعالياتها نجاحها في تحقيق المستهدف منها، وهو تخفيض أسعار السلع المختلفة لتصل نسب التخفيض إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ليستفيد منها المواطنون في تلبية متطلباتهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 229.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 43 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان، كما تم ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تمويني في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وتم ضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال حجب مواد البناء. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و111 قضية خبز غير مطابق. أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المصلين. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين والسماح لهم بأداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفا إسلاميا خالصا. كما جددت مصر التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المطالبة باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم، محذرة من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. ثمنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم جهود الشاب رضا سيد في بولندا لتعاونه مع الهلال الأحمر المصري في إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية الروسية. يأتي ذلك في إطار مبادرة خلينا سند لبعض التي تتبناها الوزارة. وقد أعربت نبيلة مكرم خلال اتصال هاتفي أجرته مع الشاب المصري عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم دائما في الغربة يتحلون بالمروءات والنبلة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إنه يتعين على بلاده أن تفخر بالصمود 50 يوما منذ بدء العملية العسكرية الروسية. ووصف زيلانسكي في كلمة له الأمر بأنه إنجاز لملايين الأوكرانيين. لقد تحملنا 50 يوما بالفعل من العمليات العسكرية الروسية على الرغم من توقع موسكو سقوطنا في 5 أيام. روسيا لم تبدأ عملياتها ضدنا في فبراير الماضي، بل شنت القوات الروسية عملياتها العدائية ضدنا منذ عام 2014. روسيا جعلت البحر الأسود ومنطقة بحر آزوف أحد أخطر البحار على كوكب الأرض. لقد بدأوا حربا مروعة ضدنا منذ 8 سنوات. عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي اجتماعا مع أعضاء مجلس الوزراء، ناقشوا خلاله القضايا الاقتصادية الحالية خلال الأحكام العرفية في البلاد. وأوضح زيلانسكي أنه تمت مناقشة استئناف الأعمال واستقرار الاقتصاد الكلي والإنفاق الحكومي وقضايا أخرى. وشدد الرئيس الأوكراني على أن اقتصاد البلاد يعمل رغم العمليات العسكرية الروسية. كذلك دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال المواطنين الأوكرانيين الذين لديهم وظائف أو أعمال تجارية في المناطق التي لا توجد فيها أعمال قتالية إلى استئناف العمل من أجل دعم اقتصاد البلاد.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الطراد الروسي موسكوفا أغرق بصاروخين أوكرانيين. ورجح مسؤولون بالدفاع الأمريكي أن الطراد الروسي تم ضربه بصاروخين من نوع نبتون، نافيا بالتالي رواية موسكو التي تؤكد أن برجتها الرئيسية في أسطول البحر الأسود تضررت بشدة جراء حريق وغرقت أثناء محاولة سحبها إلى أحد الموانئ. أعلن الجيش الأوكراني أن عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب الروس والأوكرانيين جرت في منطقة خرسون التي تخضع جزئيا للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا. وأضاف الجيش الأوكراني أنه تمكن من التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى في منطقة قرية بوساد بوكروفسكي، وذلك بعد مفاوضات سادها التوتر، موضحا أن العملية شملت 4 أسرى لدى الجيش الروسي مقابل 5 من الأسرى الأوكرانيين. В укрытие. Блиндаж, если что. Блиндаж. Прилетает сюда. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرتشاك أنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية في إطار محاولة إجلاء المواطنين المقيمين في المدن المحاصرة. وأضافت فيرتشاك أنه سيتم محاولة فتح طريق إجلاء مجددا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، مضيفة أن السكان الذين لا يزالون في المدينة سيتمكنون من مغادرتها باستخدام سيارات خاصة. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن بولندا استقبلت حتى الآن 2,760,000 شخص فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وذكرت الوكالة أن أمس الخميس شهد دخول 26,800 لاجئ من أوكرانيا مقابل 24,700 لاجئ في اليوم الذي يسبقه. دعت وزارة الخارجية الأمريكية الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للنساء والأطفال من اللاجئين والسعي إلى إيجاد حلول تحقق أفضل مصالح لهم. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تسعى مع الحكومة الأوكرانية والحلفاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع الدولي لتعاقب جميع حالات الاتجار بالبشر التي من الممكن أن يكون قد تعرض لها اللاجئون الأوكرانيون. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وشدد بلينكن على تصميم بلاده الاستمرار في توفير الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني لحكومة وشعب أوكرانيا. وناقش الجانبان القرار الأخير بدعم أوكرانيا بما قيمته 800 مليون دولار إضافية للأسلحة والذخيرة وكمساعدات أمنية أخرى. كما أشار الجانبان إلى أن الإمداد المستمر بالمساعدات من الولايات المتحدة وحلفائها كان له دور فعال في معركة أوكرانيا الناجحة ضد القوات الروسية. أكد الجيش الأمريكي أن قيمة المساعدات التي تم تخصيصها إلى أوكرانيا منذ عام 2014 تقدر بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار، موضحا أنها تشمل مساعدات أمنية وغير أمنية. وفي بيان شدد الجيش الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ونشر الجيش صورا تظهر التحضيرات الجارية لإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة وتجهيزات لأوكرانيا في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاور الأمريكية. قال مسؤول في الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس يريد إنفاق ملياري يورو إضافيين على العتاد الحربي الجديد لمساعدة أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن نحو 400 مليون يورو من الاعتماد الجديد ستخصص لهيئة السلام الأوروبية التي تشتري الأسلحة لأوكرانيا، بينما سيذهب البعض الآخر من هذا الإنفاق إلى الإمدادات الثنائية لأوكرانيا ودول أخرى.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 18 موظفا من وفد الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، وذلك بعد اعتبار الاتحاد في 5 أبريل الجاري 19 دبلوماسيا روسيا غير مرغوب فيهم. إلى ذلك قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافقوا على تغيير عملة السداد إلى روبل الروسية. وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية أن موسكو تتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار التحول إلى استخدام الروبل، بينما لم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام العملة الروسية. هذا وقالت كسينيا يودايفا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي أن الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير. تنظم وزارة التنمية المحلية بدءا من الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام من الملتقى التدريبي الأول لكوادر وحدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وصرح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الثانية. واصل محافظ المنيا أسامة القاضي متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي ذلك للوقوف على نسب التنفيذ والمعوقات إن وجدت لإيجاد الحلول المناسبة لها للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجمعي والسيرفيس بالمحافظات، وذلك تزامنا مع تعديل أسعار البنزين. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجمعي والسيرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة، مشددة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كل الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة. كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء. كما قررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 قرشا ليكون 7.50 جنيه للتر بنزين 80 و8.75 جنيه للتر بنزين 92 و9.75 جنيه للتر بنزين 95. وقررت أيضا تعديل سعر المازوت المورد لباقي الصناعات ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه. هذا وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجمعي والسيرفيس بجميع المحافظات بعد تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشا فقط دون المساس بأسعار السولار. ووجه شعراوي المحافظين بتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات
والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائق السيرفيس والنقل الجماعي، مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب. أعلنت وزارة الصحة فحص 1,719,602 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروسي بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي. يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحت شعار 100,000,000 صحة للعام الرابع على التوالي. وتستهدف المبادرة فحص 1,500,000 طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي. صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة إيفر آرم في أولى رحلاتها البحرية، وذلك عبر قناة السويس الجديدة. ووجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بتعيين قاطرتين مصاحبتين ومجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة، وذلك لضمان عبور السفينة بأمان. وأكد الفريق ربيع أن عبور السفن الحاويات الأكبر عالميا للقناة عبر المجرى الملاحي الجديد يعطي دلالة واضحة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة. تبذل الدولة جهودا كبيرة لخفض أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى توفيرها بكميات كبيرة في أسواق الجملة، وذلك بالتعاون مع التجار والمزارعين، مما أسهم في حالة طمأنينة لدى المواطنين. ضبط الأسعار، توفير السلع الغذائية ومنع الاحتكار، أهداف اتخذت الدولة من أجلها عدة آليات تنفيذية في الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من أجل زيادة المعروض وإحداث توازن في السوق والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع. سوق العبور نموذج حي لتطبيق تلك الآليات باعتباره من أكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى. التجار في سوق العبور أكدوا وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن، مشيرين إلى أن الأسعار شهدت انخفاضاً مع توافر مخزون جيد من السلع، حيث ساعد الطقس هذا العام على زيادة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجيتها. أسعار بدأت في انخفاض مع موجة الحر اللي فاتت، انخفاض لنسبة 25 و30%، انخفاض عن الأسبوع اللي فات وعن الشهر اللي فات عموماً. من بعد المفطر بيبقى في حركة نسبياً، تمام؟ يعني بنتكلم في الأسعار، مثلاً عندك الجوافة بتبدأ من 3 جنيه لحد 9 جنيه، تمام؟ عندك مثلا البرتقال شغال 3 جنيه 3.5. والله بالنسبه للصيف الخوخ حاليا دلوقتي نازل ماسك سعر حلو جميل عشان بشاير، والمشمش حاليا هينزل برضه الصيفيه، والمنجح لسه. يتميز سوق العبور ايضا بالاسماك، حيث يضم اشكالا متنوعه وفريده من اسماك البحر الاحمر والتي تباع جمله وتجزئه للمواطنين. معاك اي سمك بحر احمر بيبدا معاك من شهر 5 لحد شهر 9. معاك بقى اللي هو سمك المزارع اللي هو بولتي بوري، في لوت مزارع، في عروس مزارع، دينيس، ده كله اللي هو الدينيس والعروس واللوت بيجوا من دمياط، البولتي والبوري بيجوا من كفر الشيخ. إذن هو سوق متكامل يوفر الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك على مساحة 300 فدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث يخدم سوق العبور سكان القاهرة والمحافظات المجاورة، ويقدم نموذجا للمسؤولية المجتمعية في دعم الدولة وإيصال خير مصر إلى أبنائها بأسعار مناسبة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. تتميز محافظة السويس بموقع فريد جعلها تشتهر بتوافر الأسماك ومختلف المأكولات البحرية، ويعد سوق الأنصاري للأسماك بالمحافظة من أشهر مقاصد المواطنين الراغبين في شراء أجود أنواع الأسماك وبأسعار تنافسية.
حضارية ذات مدينة واحدة تتميز بموقع فريد، إنها محافظة السويس التي تشتهر بتوافر الأسماك والمأكولات البحرية، حيث إنها مدينة ساحلية تطل على خليج السويس، ويمتهن قطاع كبير من سكانها حرفتي الصيد وبيع الأسماك. أنواع الأسماك كثيرة جدا عندنا في مدينة السويس، وطبعا بتمتاز بالجودة العالية بالنسبة للفوسفور والكالسيوم. بنجهز السمك هنا بسم الله ما شاء الله حسب رغبة الزبون، عاوز سمك نعمله فليه، عاوز يعمله جزل، عاوز يعمله سنجاري، اللي هو عاوزه ونعمله له، بنوديه له ني، عاوز يودي مستوي بقول له هات لي مستوي. سوق الأنصار للأسماك بحي الأربعين الذي لا يعد مقصد أبناء السويس فحسب، بل يقصده أيضا مواطنون من المحافظات المختلفة لشراء أجود أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، حيث يتكون سوق الأنصار من عدد من الممرات المتقاطعة التي تضم محلات الأسماك والتنظيف والطهي. عندنا في سوق الأنصار هنا الأسماك السويسي اللي لا يعلى عليها طبعا، إن الجمهورية كلها عارفها، عندنا أنواع جميلة جدا مش موجودة في أي محافظة، زي الشعور والصدف والكشر والهامور والأروس والدينيس والوقار والصبية والجمبري بأنواعها. سوق السويسي يعتبر هنا حاجة سياحية برضو بالنسبة للناس، بتجينا من القاهرة ومن المحافظات بيجوا طبعا عشان يتفرجوا على الانواع اللي مش موجوده في اي حته. وتاتي الاسماك التي يتم بيعها في سوق الانصار من البحر الابيض المتوسط ومن البحر الاحمر، ويتم عمل عروض على انواع معينه من الاسماك التي تلقى اقبالا من الزبائن عليها، حيث يتميز السوق بسمعته الطيبه في جوده ما يتم عرضه من اسماك، وكذلك فروق الاسعار مقارنه بباقي الاسواق في مصر. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. مشاهدينا ختام أخبارنا، ولا يتبقى سوى عناوين الأخبار.
في حوار مع قادة القوات المسلحة، الرئيس السيسي يستعرض الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة. تواصل اجتماعات المسار الدستوري الليبي لليوم الثالث بالقاهرة وسط أجواء إيجابية. ختام نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء الخير يا دينا، أهلا بك. مساء النور إيمان، مساء النور دينا، مبسوطة أن يكون معكم، وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. شكرا لك يا دينا. شكركم. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة حلقة يوم الجمعة.